برنامج معلم وافتخر هو مبادرة أطلقها صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه لتعييد المواطنين في القطاع الخاص. كانت بداية مشوارنا بالتدريب الميداني بجامعة الشارقة التي احتضنتنا، حيث تم تأهيلنا وتدريبنا ضمن مساقات متنوعة وبإشراف دكاترة متخصصين ومتميزين أيضاً. بعدها انتقلنا إلى التدريب العملي بالمدارس الخاصة التابعة لجامعة الشارقة، حيث خضنا تجربة التطبيق العملي في المدارس واكتسبنا خبرات عديدة ولله الحمد. مهنة التدريس هي مهنة نبيلة، فالمعلم هنا يتولى مسؤولية عظيمة، وهي تغذية عقل الطلاب بالعلم والمعرفة لتنشئة أجيال قادرين على تحمل المسؤولية وخدمة أنفسهم ووطنهم. لا شك أن هناك العديد من التحديات والصعوبات التي واجهتنا، كوني أنا من مدينة كلباء ودراستي كانت في مدينة الشارقة، ولكن التعب والإنجاز واكتساب المعلومات والخبرات التي يحدث خلال يومنا في مدينة الشارقة يزيح عنا كل تعب وعناء. الصعوبات أيضا التي واجهتني هي تدريس المرحلة التمهيدية. كانت هناك القليل من الصعوبات بصراحة. المرحلة التمهيدية بالنسبة لي هي مرحلة جميلة ورائعة جدا، فالطلاب هنا بحاجة إلى احتضان، بحاجة إلى حب، بحاجة إلى حنان، فالحمد لله استطعت أن أجتاز هذه الصعوبات جميعها والانطلاق معهم بحب وحنان. وأنا كوني إماراتية من مدينة كلباء معلمة وأفتخر.